قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بزيارة تفقدية إلى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في مدينة سترة. وقد اجتمع سموه خلال زيارته برئيس الشركة المهندس جواهري، حيث تم التطرق إلى طبيعة عمليات الشركة التشغيلية. كما أطلع رئيس الشركة سموه على البرامج التدريبية التي توفرها الشركة لموظفيها بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والفنية. كما اطلع سموه على برامج وإنجازات الشركة فيما يتعلق بالإنتاج والسلامة والتسويق والمحافظة على البيئة، وتعرف كذلك على الجوائز العالمية التي فازت بها الشركة وحققت من خلالها سمعة طيبة في أوساط الأسواق الإقليمية والعالمية. وقد تفضل سموه بغرس نخلة في الحديقة بمناسبة زيارته للشركة. كما التقى سموه بمجموعة من الرياضيين العاملين بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، حيث تفضل سموه بتكريم الموظفين الرياضيين الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق نتائج متقدمة في البطولات التي شاركت فيها الشركة. وفي ختام زيارته الكريمة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بزيارة الشركة، ووصف سموه الزيارة بأنها كانت فرصة جيدة للاطلاع عن كثب على نموذج مشرف للشركات البحرينية الناجحة والملتزمة بأعلى معايير الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة ومكوناتها، حيث استطاعت هذه الشركة الرائدة فرض نفسها بقوة من خلال جودة منتجاتها الصناعية ورعايتها لمواردها البشرية الخلاقة. وأثنى سموه على الاهتمام الخاص الذي توليه الشركة للجانب الرياضي وحرصها الكبير على تشجيع رياضييها على المشاركة في الدورات والمسابقات الرياضية المختلفة، منوها كذلك بالدور المتميز الذي تقوم به الشركة في دعم العديد من الفعاليات الرياضية والمسابقات المحلية والإقليمية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فضل وجهود وتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ووضع آراءه وأفكاره من السنين الماضية، اليوم كل هالرجال اللي احنا شفناهم يوضعونها على أرض الواقع بأفضل صورة، ويشرفون على أن رؤية جلالة الملك الله طول عمره أنها هي التم. ولكن اليوم زيارتنا بالأخص لشركة الخليج بالتركماويات يعني أبهرتني صراحة. ميت أنا نشوف برامجهم للرياضة وللشباب اهتمامهم الكبير، فأنا وجدت أنه مو مجرد مصنع، ولكن اليوم صراحة أنا أقدر أقول أن شركة الخليج للبتروكيماويات بيئة خضرة ومهتمين في الحياة الفطرية ومهتمين في الزراعة ومهتمين في الرياضة والشباب، هالبيئة هذه فيها مصنع. فأنا يعني أبهرني صراحة جهودهم، أبهرني نظافة المصنع، أبهرني جهودهم وعطائهم اللي هم يقدمونها من سنين وما تغير مستواهم إلا للأفضل. سمو الشيخ ناصر، مساهمتهم في بناء القاعدة الرياضية من خلال هذا المصنع، والله هذه احنا يعني شيء صراحة يشرفنا، ونتمنى من الكل المؤسسات والشركات وكل قطاعات انها هي تهتم بهذا الدور، لأن اليوم عمود الفقري لمملكة البحرين هم شبابنا، اليوم إعداد الشباب وبناء روح الرياضية فيهم يسهل أمورهم كلها في كل المجالات.